صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب، هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة السي شارب، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform.asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة محدثة دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه أو لو عايز تشوفه أجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي إلا وإنت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون أقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم إلينا وتدخل على إنشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 687 من كورس سي شارب داتابيس بارت، ودلوقتي عاوزين ننشئ الجدول في أنواع الداتابيس. بص، احنا هنجيب الفورم بتاعتنا وهنزل باتن، الباتن ده هنخليه على قد الكومبو بوكس كده، وهكتب عليه create الايه التيبل. تمام، الكرييت تيبل ده احنا هنسميه هنا مثلا btn create table. تمام، الكرييت تيبل ده انا مش عايزه يفتح الا لو هو مختار اختيار غير النوت كونكتد، فاهمني؟ فاجي هنا في السي بي اكس دي بي ام اس، دبل كليك عليها، بعد اختيار التكست ده هقول له حاجه تانية بقى، هقول له بص هقول له شفت البي تي ان كرييت تيبل دوت انيبل فتحته بتساوي ترو ولا بتساوي فولس؟ لا، انا هقول لك بقى بتساوي ايه. بتساوي اللي هيرجع لك من هنا، بتساوي اللي هيرجع لك من هنا. ايه اللي هيرجع لك من هنا؟ بص، لو لقيت السي بي اكس دي بي ام اس دوت سيلكتد اندكس بتساوي صفر، على طول ترجع له ايه؟ فولس. انا عاوزه يتقفل، لو بتساوي صفر عايزه ايه؟ يتقفل، غير كده افتحه. بس كده بفضل الله على قد ما بتقدر، بدل ما تقعد تعمل اف والثانيه والثالثه، خلاص انت بسط الامور على نفسك، تكتب سطر واحد سطر كود اختصار، هتبسط الامور على نفسك، هتبسط البرفورمانس بتاع الاداء بتاع البرنامج، هتظبط البرنامج افضل ليك، صح كده؟ بفضل الله، وتجرب لو فيها خطا تعدلها تعالجها تفكر فيها تاني كده يعني. تمام، تعال نجرب كده، نجرب الانيبل بتاع الزرار يعني اصلا كده، نشغل البروجكت بفضل الله عشان نجرب. كده هو بص الزرار لوحده مقفول من غير انا ما اعمل حاجه، لو اخترت اكسس اتفتح، شايف؟ اتفتح. اخترت سيكول سيرفر مفتوح،
اخترت ماي سيكوال شغال، اخترت نوت كونكتد مقفول، شايف؟ لو اخترت اي حاجه غيرها بيفتح، لو اخترت نوت كونكتد بتلاقي الزرار لوحده ايه؟ اتقفل. تمام؟ طيب تمام كده، ده ايه الزرار. دبل كليك على الزرار ده. بص، هو الزرار ده المفروض هيعمل كرييت لايه؟ للجدول، طبعا باختلاف الدي بي ام اس، لكن جمله الكرييت تقريبا واحده. تمام؟ بس طبعا باختلافات كل واحد بقى نوعه ايه وشغله ايه والكلام ده كله. تمام؟ فلو احنا بدأنا نجرب مثلا، احنا عايزين نعمل كرييت، طبعا اول حاجه هنعملها الجمله بتاعتنا في تراي وايه؟ وكاتش، عشان لو في اي حاجه يعني على اكسبشن، كله مع كله اي اكس، وادي ايه الشكل ده كده. لو حصل اي حاجه طلع ايه؟ طلع رساله اكتب لي فيها الاي اكس دوت مين دوت المسج، عشان ما يضربش البرنامج في وش مين المستخدم. تمام كده، وهنيجي هنا نبدا ايه؟ نبدا نشتغل. طبعا شغلنا هيكون على ايه؟ شغلنا هيكون على الاختيار من الدي بي ام اس نفسه. ماشي، احنا كده دي بدايه، دي كده بدايه تاسيس البرنامج بتاعنا، هيخليك تنشئ الجدول من جوه ايه؟ من جوه البرنامج. طيب نحاول كده ناخد يعني بعض الخبرات اللي استفدنا بيها قبل كده. عندنا هنا في الكرييت تيبلز اللي عملناها المختلفه، كرييت اند التر، لا مش الكلام ده، كرييت تيبل، كرييت تيبل على الاكسس، كرييت تيبل على الماي سيكوال، الكلام ده كله. الاكسس، الاكسس بنستخدم نمبر. تمام، او انت تقريبا دي الماي سيكوال انت فارتشار، دي الماي سيكوال الاوراكل نمبر وفارتشار 2 او فارتشار. تمام، كريت تيبل ده البوست جري انت وفارتشار. طيب تعالى ايه، نحاول على قد ما نقدر نظبط الكلام ده. هنقول له اف، لو لقيت الاختيار هنخلي بقى كل سيكشن لوحده. لو لقيت السي بي اكس دي بي ام اس دوت سيلكتد اندكس، لو السيلكتد ايه اندكس بتاعتها بتساوي واحد، يبقى دي اول ايه، اول حاجه اللي هي اكسس، ادي كده ايه اكسس. تمام، هقول له، اقول له هنا ايه else if لو باتنين يبقى دي كده ايه السيكوال سيرفر. ماشي، هنا دي ايه قلنا دي اكسس، وهنا دي ايه اس كيو ال سيرفر. تمام كده، تمام، وادي ايه واحدة تانية اللي هي تلاتة، دي كانت ايه ماي سيكوال تقريبا، صح؟ من الايتمز بتاعتها اهي، بعد السيكوال سيرفر الماي سيكوال، بعد كده اوراكل، بعد كده بوست جري سيكوال. ماشي، دي ايه ماي سيكوال، ماي ايه سيكوال، دي ثلاثة، بعد كده أربعة هيكون ايه اوراكل، بعد كده عندنا خمسة هيكون ايه، هيكون بوست تجري، بعد كده عندنا ستة اخر حاجة اللي هو ايه سيكوال لايت. تمام، فور اكسس، لا 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 لا، خلاص خلي الأخيرة إلس، إن هو اختار حاجة منهم، اختار حاجة إيه منهم، ولو هو اختار زيرو أول واحدة
الزرار ده هيتقفل خالص، فمش هيشتغل، هيتقفل خالص، فانت مش هتدوس عليه اصلا. تمام. ندي اخر واحده ايه، سيب والله. طيب هنعمل ايه هنا؟ str cmd تمام بيساوي، هنظبط تمام، بقول له create table اسمه employee. الامبلوي ده عايزين نحط جواه حقل ام بانه، او بلاش ام بانه، خليه حقل نمبر. تمام. نمبر، النمبر ده نوعه، بلاش نمبر، خليه ام بان او. ماشي، ام بان او ده نقول مثلا ايه، انت. تمام. وده برايمري كي، برايمري ايه، برايمري كي كوما، وهنعمل ام بنين. تمام. وده نوعه، نوعه تكست كوما، نوصل نقول مثلا ايه سيتي، وده نوعه تكست. تمام. نقول مثلا سالري. تمام. وده نوعه ايه، انت. تمام كده. وبعد كده هنعمل طبعا ده المفروض ان الكوماند اصلا واخده، فاحنا عايزين نجرب دلوقتي، ولما اغير فيه الكوماند هيتاثر ولا لازم اغير في الكوماند نفسه، لان انا عامله ستاتيك ومديه لمين، ومديه للكوماند. تمام. طيب تعال نجرب، هنعمل سي او ان ان اكسس دوت اوبن قوسين فاضيين وسيمي كولون، دي كتجربه كده. سي ام دي اكسس دوت اكسكيوت نون كويري قوسين فاضيين وسيمي كولون، سي او ان ان اكسس دوت كلوز قوسين فاضيين وسيمي كولون. كل ده تجربه، هات البروجكت مفتوح ولا لا، هو ده، لا مش هو ده، اقفل ده كده، كليك يمين على البروجكت، اوبن فولدر اند فايل اكسبلورر، وادي البن وادي الديباج، ده الاكسس. تمام. طيب تعال نجرب كده، طبعا ده مش شغل لسه، وده بدايه، فعشان كده بفتح وبنفذ وبقفل. ادي اكسس كرييت تيبل، وهنشوف احنا كده كده عاملين ترابل كاتش، لو حصل ايرور اهو كوماند تكست وزنك، يبقى هو صح كده، يبقى انت لازم تجهزه لايه، للكوماند نفسه. خلاص مفيش مشكله، مفيش ايه، مفيش مشكله، احنا ده كده كده لازم نحطه على فكره عشان تبقى فاهم، اللي هو كبدايه يعني. ممكن نحط، كنا ممكن نحطه فاضي على فكره هنا، كنا ممكن نحطه ايه، كنا ممكن نحطه فاضي، مفيش مشكله يعني، ما دام ده مش هنحتاجه ممكن نشيله كده. تمام. انت كده كده في شغلك بتعدل بقى اللي انت عايزه، حط هنا فاضي وهنا فاضي وهنا فاضي، ما دام فاضي فاضي بقى. تمام. هنا ايه فاضي، وهنا ايه فاضي، وهنا ايه فاضي. وطبعا مش هقدر اوحد الاستاتيك اللي هو المتغير اللي انا شيلته يعني، مش هقدر اوحد جمله الكرييت فيه، لان بتختلف من داتابيز مانجمنت سيستم للتاني في انواع البيانات، بعض انواع البيانات، عارف عارف بعض انواع البيانات. تمام. طيب فده هنحطه لايه بقى، ل سي ام دي اكسس دوت كوماند ايه تكست بس كده. فده كده المفروض لو جربناه ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله يعمل كرييت لايه، للجدول. هنختار اهو ايه اكسس وندوس، هو سكت، ما دام سكت خلاص يبقى هو عمل ايه، عمل كرييت. تمام. طبعا لو عملنا كرييت تاني اكيد هيقول لي ايه، الجدول موجود، يعني هيطلع لي خطأ في التراي وهيقول لي الجدول موجود. تمام. م.
نبص كده على الداتابيز ماشي، نجيب الكونتنت، الامبريو اهو قدامك اهو بتنشأ اهو قدامك. لو فتحناه كده جبنا الديزاين بتاعه اهو نشأ نشأ وزي الفل اهو، اتفضل خلاص ماشي. طيب اقفل الكلام ده تمام. طبعا لو انت شغلت تاني وطلبت منه ان هو يعمل كريت لنفس الداتابيز مانجمنت سيستم، اكيد هيقول لك الجدول موجود اهو، تيبل امبلوي اوريدي ايه اكزيستس تمام. حتى احنا ممكن نوضح على الزرار ده اللي ايه كرييت امبلوي تيبل، كرييت امبلوي تيبل تمام كده. طيب ده بفضل الله، وهناخد بقى ونغير ما ينفع، ناخد كده الكلام ده كله كوبي نحطه هنا است، وطبعا هنا هيكون ايه اس كيو ال سيرفر بالشكل ده، وهيبقى نفس الكلام فين لهنا ولهنا ولهنا بس، ده انت وده تكست. خلي التكست ده ايه ان بار تشار على مثلا 255 تمام، وهنا نفس الكلام ايه ان فارتشار على 55 بس. ده كده ايه السيكوال سيرفر. ناخد نفس الكلام ده كده كوبي ونحطه هنا للماي سيكوال تمام، ونغير هنا نخليه ايه ده هيبقى الماي اس كيو ال تمام، وهنا نفس القصة ماي اس كيو ال، وهنا نفس القصة ماي اس كيو ال، وهنا نفس القصة ماي اس كيو ال. طبعا الطرق كتير للتنفيذ وتشغيل الدماغ حلو قوي، بس احنا ايه بنعمل ونعدل ونعمل وهكذا تمام. ادي انت وادي ايه فارد شارت، يخليها ايه دي مش ان فارد شارت، خليها ايه فارد شارت بس، خليها فارد شارت بس تمام كده. ده ايه الماي سيكوال. طيب ناخد نفس الكلام ده كده كوبي ونحطه لايه لاوراكل خلاص، وهنا ده هيبقى ايه هيبقى اوراكل، ونفس القصه هنا هيبقى اوراكل، وهنا هيبقى اوراكل، وهنا هيبقى اوراكل، وهنا هنخلي الانت ده نمبر، وهنخلي الفاليد شارت هنخليها فاليد شارت 2، ودي هنخليها فاليد شارت 2 بتاعت الاوراكل يعني، ودي هنخليها ايه نمبر تمام كده. البوست جري هناخد الكلام ده كده كوبي بتاع الماي سيكوال هنشيلها يعني نحطها هنا لايه للبوست جري، بس هنغير ده هنخليه ايه بوست مين بوست جري بالشكل ده كده اهو، هيبقى كله بوست جري، هنا بوست جري وهنا بوست جري وهنا ايه بوست جري، هنا انت وفارد شار ماشي شغال ده كده ايه البوست. ناخد نفس الكلام ده كوبي تمام، او ناخد من الاكسس، ناخد منين من الاكسس، خد كده كوبي نحطه هنا ايه بيست، وده هنخليه ايه سيكوال ايه لايت، ونفس الكلام هنا برضو ايه سيكوال لايت، ونفس الكلام هنا سيكوال لايت، ونفس الكلام هنا ايه سيكوال لايت تمام. انت تكست ماشي زي الفل تمام كده. شغل بقى ايه البرنامج
كده كده هو ايه نوت كونكتد خلاص الزرار ايه مقفول. اخترنا اكسس لو الجدول ايه الجدول موجود. اخترنا سيكوال سيرفر ودوسنا سكت هات السيكوال سيرفر ماشي. افتح اول دي بي ام اس افتح التيبلز اهو الجدول اتنشا اهو تمام. في حاجه عايز اعملها برضو قبل ما انسى اقفل البرنامج كده وهات في الاخر خالص في الاخر خالص بعد كل بعد كل اللي جوه التراي ده انا عايز اقول له ان هو اتنشا عايز اقول له ان هو تم انشاء الجدول اللي انت طالبه يعني تم ايه تم انشاء هي رساله واحده هطلعها تمام. تيبل كرييتد تمام وجرب معايا كده هعمل لك ايرور بس شوف هيقول لك تيبل كرييت المفروض هو دخل في اي خطا ما يوصلش للرساله دي يعني مثلا لو انا جبت اكسس ودوست قال لي ايه تيبل اوريدي اكزيست المفروض ما يقوليش ايه تيبل كرييت لان هو وقع في ايه في خطا يبقى هو مش هيقول لي تيبل كرييت الا لما ينفذ كل اللي ايه كل اللي عدى. طب لو هو عدى عليهم كلهم وما وقعش في خطا يبقى نفذ حاجه فيهم طبيعي صح يعني مثلا انا جبت اكسس اختار كده سيكوال سيرفر انشانا عليه قبل كده بص دوس عليه قال لك ايه اوريدي ايه موجود ما طلعش تيبل كرييتد. لو اخترت ماي سيكوال ودوست كرييت هيقول لك تيبل كرييتد اهو ليه عشان ده اول مره. لو هو هو ودوست هيقول لك ايه اوريدي اكزيست ومش هيقول لك تيبل كرييتد فهمت اهو. اختار الاوراكل تعال نبص الاول على ماي سيكوال هات اهو الداتابيس دي يا اولد بي ام اس اهو اتنشأ اهو الجدول امبريوي تمام. هات اوراكل ودوس لو وقع في خطأ مش هيقول لك تيبل كرييت هنشوف لو هو بيحاول يعمل كونكت ويظبط هيظبط ان شاء الله مفيش مشكلة اهو قال لك ايه تيبل كرييتد. هات بقى كده الاوراكل ده اليوزر اللي احنا كنا عليه ادخل على اوبجكت براوزر دي نختار منها الجدول ونشوف الديتا انت مش هتلاقي غير جدول واحد مش الديتا لا يعني نشوف الجدول تيبلز اهو ولسه بيحمل اهو امبري اتنشا تمام. طيب هات كده البوست جري سيكوال اهو هيقول لك تيبل كرييتد بعد ما اهو ادي البوست جري افتحها كده افتح السكيماز بابليك تيبلز واحد اهو امبري سيكوال لايت كرييت تيبل كرييتد دوس تاني على سيكوال لايت اهو ايرور تيبل امبلوي اوريدي اكزيستس موجود واخد بالك. فخلاص انت كده لو عملت كده الزرار مقفول. بص انت هنا ايه بتعمل اختبار للبرنامج بتاعك وانت شغال اختبار سريع يعني اختبار سريع غير التيست النهائي يعني تمام. ادي لو انت اخترت مثلا اكس وهو موجود قال لك موجود واخد بالك لا وبيقول لك كمان ايه وبيقول لك ده هنا في حاجه ثاني بيقول لك ان الكونكشن ايه نوت كلوزد كونكشن ايه نوت كلوز لان هو فتحه وما قفلوش يظهر لما عمل ايه دي بقى حته مهمه بقى كويس انها جت معانا دلوقتي. بص هو هنا ايه اللي حصل ركز هنا لما عمل ايرور في الاكسس دخل عمل الايرور فين عمله في اكسكيوت نان كويري فراح ما عملش الكلوز فدي مشكله. فانت هتاخد الكلوز ده ماشي والكلوز ده بص بقى ركز والكلوز ده خد كده كل هجمع الكلوز كله في حته واحده ركز معايا الله يبارك لك. احنا دلوقتي مش بنشرح ده احنا بنشتغل اكننا بنطبش يا رب تكون فاهمني يعني ماشي بنجرب يعني حتى وانت فاهم بتجرب اهو حتى وانا فاهم وقال اه بجرب معاك بفضل الله اهو. بص كل الكلوزز دي هنجمعها كده في حته واحده واكيد انت المفروض بفضل الله تكون قريتني يعني تكون عارف انا هعمل ايه ان شاء الله. كل الكلوزز دي بتاعت كل الكلام ده اهو خلاص كل ده كده يعني بوست جري كل الكلوزز دي هنكومها في حته ايه في حته واحده فقط لان مهم جدا ان كل يتقفل انا مش عايزه حد يعمل ايرور ما يعملش ايرور انا عايز الكونكشن ايه يتقفل في النهايه خالص هعمل ايه هعمل فاينل الفاينل هيحصل فيها ايه كلوز لكل الكونكشنز دي بس. تعالوا بقى اجرب تاني كده
وده احنا وضحناه قبل كده بفضل الله في الشرح. هات بقى ايه الاكسس كده، دوس، قال لي موجود اهو، موجود مهما تدوس طلع الايرور اهو، وبيقول لك موجود برضه اهو، سيكوال سيرفر موجود اهو. There is already an object name employee، الاوبجكت ده موجود اهو اهو. دوس على اوراكل قال لك ايه اوريدي موجود، دوس عليه تاني اوراكل قال لك اوريدي. شايف؟ بص انا بحاول اكرر لك الخطا تاني ليه؟ عشان تتاكد ان الكونكشن خلاص اتقفل. بص بعد ما اتفتح، بص اتقفل. شايف؟ بص على كذا داتا بيز، يعني انت دلوقتي بص على كذا داتا بيز بتعمل اللي انت عايزه، بختار الداتا بيز من هنا وادوس كرييت بتكريت على طول، او بتكريت لو هو مش موجود، ولو هو زي ما شايفين مع بعض كده. بص شايف؟ بص ولو هو مش موجود بتكريته، ولو هو موجود بيطلع لك رساله ان هو موجود اهو. شايف؟ اه تمام. يبقى كده احنا بفضل الله عملنا انشاء للجدول ده على انواع الداتابيز المختلفه. لو احنا فتحنا اوريك ال سيكوال لايت، ادي اوبن، بتوبن ايه؟ اول دي بي ان اس، انتر، خلاص. نقول دوت سكيما در اه جدول ده بفضل الله زي ما كريته، زي ايه؟ زي ما هو موجود كده. بفضل الله احنا انشأنا الجدول لكل انواع قواعد البيانات على قد ما نقدر باختصار، مع العلم ان الكود ممكن يتغير ويختصر اكتر من مره بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.